مشاهدينا، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفين دكتور إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة. بعد التحية دكتور إلهام، انطلقت فعاليات يوم إزالة الكربون وهو أحد الأيام الموضوعية التي أدرجتها رئاسة مؤتمر المناخ. كيف ترى أهمية هذا الطرح في ضوء تأثيره المباشر على ارتفاع درجات الحرارة؟ اهلا بحضرتك. هو اهم حاجه في الحدث ده ان دي اول مره يتعمل ايفنت في مؤتمر الدول الاطراف، حتى في ال 26 فيرجن اللي فاتوا فتعتبر اول مره في قمه شرم الشيخ يعملوا يوم محدد وموجه للديكربونايزيشن او ازاله الكربون. واهم ما في الموضوع ان هيتحدث فيها قمه معالي جون كيري ومعالي وزير البترول، معالي وزير التجاره والصناعه، فالاهتمام شديد جدا بالحدث وهيتم مناقشه فيه كل ما تؤثر فيه صناعه البترول والغاز وازاي ممكن نقدر نحد من قيم غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هي السبب الاساسي طبعا بجانب الميثان، ولكن ثاني اكسيد الكربون هو لحد الان لم يثبت الا ان هو اكبر داعم لتغيرات المناخ في الفتره السابقه. فاليوم مهم جدا وهيتم يعني مناقشه فيه ازاي تكون الفعاليات، واحتمال كبير تكون في بعض الاتفاقات اللي يتفق عليها وربما يوقع عليها دول الاطراف على ايه هي الطرق والسبل اللي نقدر نقلل بيها كميات غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو. دكتور إلهام، قضية التمويل قضية مهمة جدا، تمت مناقشتها في أكثر من موضوع، في اتفاقية باريس وأيضا في مؤتمر جلاسكو، وأيضا فرد لها النقاشات بشكل كبير جدا في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ حاليا. قضية المناخ، هل تخطط من مرحلة قضية التمويل، هل تخطط من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع أم لا؟ والله خلينا نكون متفائلين، احنا زي ما فخامة الرئيس أعلن إن الدورة دي دورة التنفيذ، فكلنا مترقبين ومتأملين اليوم اللي هيكون فيه النقاشات الرئاسية. نتمنى ان الدول كلها تتفق على موضوع التمويل، وهو زي ما حضرتك قلتي مش بس من قمه باريس ولا الكوب 26، ده كان قبلها كمان اتفاقيه كيوتو، والمفترض ان المبلغ اللي تم تحديده اللي هو 100 مليار دولار سنويا للدول الناميه بدا بصوره غير منتظمه السداد. فنتمنى ان يكون من الكوب 27 الدفعه الشديده، لان الحقيقه كل الجلسات اللي انا حضرتها بتنتهي بجملة واحدة، وهي أن أهم خطوات لتخطي آثار المناخ على الدول النامية بالذات هي الدعم المادي والقوانين الداخلية. فإحنا القوانين الداخلية، مصر عملت استراتيجية 2050، استراتيجية واعدة جدا فيها كل البوليسيز اللي نقدر نحد فيها من تأثير المناخ، لكن ننتظر الدعم المادي لأن كل الأنشطة اللي هنحتاجها في عملية التكيف محتاجة دعم مادي للأسف يعني. فأتمنى زي ما حضرتك بتتمني وكل العالم أن الدورة دي تكون منجزة يعني. لكن دكتور إلهام، قضية وأثار الناجمة عن التغير المناخي قضية هامة وكبيرة جدا وتتفاقم يوما بعد يوم، هل نسبة التمويل المتاحة حاليا والمذكورة حاليا في كل المجالات هل كافية لعلاج مثل هذه الأثار؟ والله هي كافية في حالة أنها تكون موجهة للتكيف، وخاصة في الدول التي لا تؤثر على التغيرات المناخية. يعني خليني أقول لحضرتك، إحنا كأفريقيا مثلا القارة كاملة، إحنا الكونتريبيوشن بتاعنا في تغيرات المناخ لا تتعدى 6%. فبالتالي لو الدعم المادي وجه لينا للتخفيف يبقى في غير محله، لأن إحنا ليس لدينا إجراءات للتخفيف. لكن لو تم توجيه هذا التمويل لإجراءات التكيف فأعتقد أنه هيكون كافي على الأقل في السنوات القليلة القادمة، وبعد كده نبقى نشوف لو الأنشطة تحتاج تمويل أكثر هيناقش في الكوبس القادمة، بس المهم أن الدول تلتزم ويكون في جدية في التنفيذ. لكن هناك فجوة كبيرة بين ما تعهدت به الحكومات وما قدمته بالفعل، في رأيك كيف يستطيع كوب 27 أن يخرج بتوصيات ملزمة ويضمن تنفيذها على أرض الواقع؟ هو الضمان الوحيد ان كل الدول او دول الاطراف في المؤتمر ده توقع على هذا الاجراء ويتم التنفيذ بالفعل بناء على الخطط المقدمه من الدول. يعني على سبيل المثال الدوله المصريه مقدمه استراتيجيه محدده الاهداف، محدده الانشطه، وكمان محدده التكلفه. فلو تم التوقيع على هذه الاستراتيجيات والضمانات ان الدول تؤدي ما لديها من دعم مادي اعتقد هتبقى خطوه جيده جدا يعني، وكلنا متاملين في اليوم النقاش الرئاسي يعني.
دكتور إلهام، ملف الطاقة هو الأهم في هذه الأزمة، ماذا تقولين لبعض الدول التي تهدف للعودة للفحم لحل مشكلات الطاقة، وخاصة بعد ظهور وبعد أزمة طبعا روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة؟ والله للأسف هو الكوب السنة دي بيتم في ظروف فعلا صعبة، خاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا، ولكن أنا خليني أكون صريحة معاكي كبيئية، يعني لو الدول أصرت على استعادة استخدام الفحم بنفس الأنشطة السابقة، فخليني أقولك إن ولا أنشطة التكيف ستؤدي إلى أي نتيجة، لأن الهدف الرئيسي إن احنا نبتدي from now دلوقتي إن احنا نحد من استخدام الفحم والوقود الأحفوري عموما بطريقة تدريجية للتنازل لحد ما نوصل للصفر كربون. لكن لو الدول ما بدأتش من دلوقتي، فخليني أقولك إن بنهاية العقد الحالي هيكون في آثار ربما تكون غير مستردة، يعني الخطورة فيها لا ينفع فيها أي تكيف. لكن بعض الدول مضطرة دكتور إلهام للاحتياج أو لاستخدام الكربون أو الفحم في إنتاج الطاقة أو للتدفئة، فما هي الخطوات التي يجب اتباعها وما الحل لهذه المشكلة؟ هو الحل انه ياتي الحل بالتدريج، يعني طبعا صعب جدا ان احنا نطلب من الدول، خاصه الدول ذات الدرجات البارده اوروبا وامريكا وكندا وكده، لكن التدريج هو الحل، وبعدين مع اجراءات التدرج في استخدام الفحم يكون هناك بدائل من الطاقه النظيفه، وعندنا مصادر كتير جدا للطاقه النظيفه، مصر احد الامثله. دلوقتي احنا تقريبا مصر بتستخدم طاقه من الجديده والمتجدده بنسبه 22%، وفخامه الرئيس قال ان احنا منتظر ان احنا نوصل في 2030 ل 47%. فاعتقد بقيه الدول يعني يمكنها ان تحذو نفس الحظ، وعندنا طاقه رياح، طاقه امواج، الهيدروجين الاخضر، ودي كلها حاجات ناتشرال بيز، يعني كلها من انتاج الطبيعه لن تضر بالبيئه. فنمشي بالتدرج في تنازلا في استخدام الفحم وتصاعدا في استخدام الطاقه النظيفه. نعم. دكتور إلهام، مصطلح الوعي كان احدى محاور بعض الجلسات لليوم، الوعي، كيف ننشر هذا الوعي بين الشباب وبين المواطنين، وما هي الجهات المنوطه لنشر هذا الوعي للحد من اثار التغير المناخي في الفتره القادمه بالشكل الامثل؟ أنا سعيدة جدا بسؤال حضرتك. ليه؟ لأن وإحنا بنعمل، أنا كان ليا الشرف إن أنا أشارك في التقرير السادس للأمم المتحدة في التغيرات المناخية دوليا، وكانت من النقاط المهمة جدا جدا عملية الأويرنس أو الوعي. نعم. وكان يذكر أن في بعض الدول نسبة كبيرة منها الشعب لا يدري ما معنى التغيرات المناخية، ولا يدري ما هي آثار التغيرات، وياخد الأمر بشيء من التهكم. فمهم جدا أن يتحط استراتيجية مع استراتيجية الحلول، استراتيجية التوعية، وأعتقد إحنا بدأنا في ده، يعني السنة الماضية الحقيقة مصر كانت عاملة توعية في كل الاتجاهات، يعني وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، الأزهر، مؤسسة الأزهر، ودي كانت حاجة جميلة جدا أنا شاركت فيها. دكتور، هل في مرحلة سنية يجب الاتخاذ بها أو يجب البدء بها حتى نوعي الشعب والمواطنين بهذه الخطورة؟ بعتقد انها لازم تبتدي من السنين الاولى، يعني في المدارس، دي حاجه كويسه جدا. معالي وزير التربيه والتعليم كان بيتكلم امبارح على انهم دخلوا بعض المعلومات في الكتب الدراسيه الاولى في المرحله الابتدائيه، وده مهم جدا، لان الطالب كلنا فاكرين لما كانت بتبقى في كراساتنا توعيه كده في نهايه الكراسه كانت بتسيب اثر عندنا، فده مهم علشان نبتدي نحافظ حتى على الموارد اللي موجوده في البيئه بتاعتنا. دكتور إلهام، تحدثنا كثيرا عن فكرة أو مصطلحين التخفيف والتكيف، كيف يمكن أن يتحققا هؤلاء أو هذين المصطلحين في المرحلة القادمة مع وجود ضغوطات كثيرة نعاني منها، سواء اقتصادية أو حروب مثل أزمة روسيا وأوكرانيا؟ هو الحل الوحيد أن زي ما قلت لحضرتك أن الأمور تمشي بالتدرج، لا يمكن هنقدر نعمل عملية تخفيف 100%، لا يمكن، لكن ممكن نبتدي التخفيف من الآن. يعني لو نسبة الكربون اللي موجودة أو اللي بتتصاعد من المصانع بالذات في الدول الصناعية الكبرى تبتدي تتنازل من 70 ل 40 ل 50 ل 30 لزيرو، هنبتدي نشوف تأثير جامد جدا جدا في السنوات، في العقدين الجايين. ده بالنسبة للتخفيف. بالنسبة للتكيف لازم نبتدي من دلوقتي، يعني لازم كل الدول اللي عندها آثار شديدة على من التغيرات المناخية تبدأ في استراتيجيات التكيف من الآن. وعلى سبيل المثال الدول الساحلية اللي منهم مصر بالذات سواحل البحر المتوسط، حضرتك تعلمي أن احنا من الدول المهددة
بعمليات ارتفاع مستوى سطح البحر، وده للأسف ما هواش مجرد تأثير أحادي، ولكن تأثير يتبعه كثير من الآثار المتراكبة، منها مروحة الأرض، منها غرق بعض أراضي الدلتا، ممكن يحصل نقص كتير جدا في الموارد الزراعة. وحضرتك تعلمي أن مصر وأفريقيا عموما أحد مصادر الاقتصاد فيها هو الزراعة، فلازم نبتدي تكيف ونبتدي تخفيف من الآن. دكتور إلهام، في واحدة من جلسات أمس تم ذكر السفينة الصديقة للبيئة، وهي التي تحمل على متنها 30 ألف طن، وأيضا تحاول أن توفي أو تقلل من 30% من انبعاث الكربون. إلى أي مدى من الممكن أن نعمم وجود مثل هذه وسائل النقل الصديقة للبيئة في الفترة القادمة، وهل هي متاحة للجميع أن يستخدموا مثل هذه وسائل النقل الصديقة للبيئة أم لا؟ الحقيقة ده مثال جيد جدا، لأن ده يعتبر أحد سبل التكيف. كونها تبقى متاحة للجميع، هي ممكن تكون متاحة، ولكنها في الوضع الحالي هي مكلفة إلى حد ما، لأن لسه برضو لم يتم استخدام الطاقة النظيفة بصفة 100%، ولكن هو أحد الحلول القادمة، وفي منها كتير، يعني في غيرها كثير. زي ما حضرتك شايفة حتى هنا في مدينة شرم الشيخ حاليا كل العربيات شغالة بالكهرباء. مدينة شرم الشيخ أعلنت على أنها مدينة خالية من الكربون، فأتوقع أنها خطوات كلها في إيجابية نحو الأمام يعني. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك.